صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العال إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير للزملاء من الإخراج التلفزيوني خالد جاص، من الهندسة الإذاعية محمد ريان، من المتابعة والتنسيق سحر حنني، ومني لكم في الأعداد والتقديم هادي أبو زينة أطيب التحيات. وللتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2، وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشر. لنبدأ هذه الجولة بأبرز العناوين. تواصل انتهاكات الاحتلال الشهيد يوم أمس، وإصابات واعتقالات وهدم واعتداءات للمستوطنين. ومستوطنون يستولون على منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة من القدس. إصاباتنا برصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكري الجديد شرق نابلس.
وأيضا إصابة بالاختناق خلال مواجهة مع الاحتلال جنوب جنين واقتحام عدة قرى في المحافظة. والاحتلال يواصل إقامة شارع استيطان جديد في حوارة جنوب نابلس. ومحافظ جنين يصرح لوطن زيارة الرئيس محمود عباس لجنين قيد النقاش، واليوم سيعلن التفاصيل بخصوص ذلك. وانطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 37. وأخيراً موجة حر تبدأ يوم غد الأربعاء والدفاع المدني يحذر. ومن العناوين إلى التفاصيل. يوم أمس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب بلال إبراهيم قدح من بلدة شقبة برصاص الاحتلال قرب قرية دير نظام. وقالت وزارة الصحة أنها تبلغت من الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال حسني قدح الذي يبلغ من العمر 33 عاما قرب قرية دير نظام غرب مدينة رام الله. وقال جيش الاحتلال بحسب الإعلام العبري أنه قتل الشاب بزعم نيته تنفيذ عملية في المكان. وقالت أيضا هذه المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت نار على الشاب داخل سيارته قرب هذه القرية، وزعمت أن الشاب تمكن من إلقاء عبوة وإطلاق عدد من الأعيرة النارية باتجاه عدد من جنود الاحتلال قبل استشهاده. وقالت مصادر محلية وشهود عيان بأن جنود الاحتلال أعدموا شابا بدم بارد ومنعوا وصول سيارات الإسعاف إليه. وبحسب شهد عيان روى يوم أمس عن استشهاد الشهيد بلال قدح قرب دير نظام، قال الشهيد بلال تم إعدامه بدم بارد، وما حصل هي عملية إعدام باردة وليست عملية. ومركبة الشهيد بلال تعطلت، وحينما نزلنا لمساعدته أطلقوا النار عليه. والجنود الذين قتلوا الشهيد عبد الجواد صالح في قرية إمصفة شمال مدينة رام الله هم نفسهم الذين قتلوا الشهيد بلال، والاحتلال بأفعاله هذه يريد أن يخيف الناس. ومستوطن راعي بقر هو من أبلغ جيش الاحتلال عن مكان الشهيد قبل أن يعدموه بدم بارد. وأخيرا قال أن الحدث جرى أمام أعيننا وأمام منزلنا، ما لم يحصل لم يكن عملية وإنما إعدام بدم بارد. وفي مقابلة صحفية متداولة على موقع التواصل الاجتماعي لوالد الشهيد بلال قدح، قال يا جبل ما يهزك ريح كل شباب ولادي، أثناء خبر ارتقائه لنجله الشاب بلال قدح في دير نظام، وقال أنه كان الخبر مفاجئ. لنستمع معنا. الحمد لله، يعني أولاده كلهم ما شاء الله عنهم، ما شاء الله عنهم. بلال من الناس يعني في بديش أقول لك كل أغلب الشباب أصحابه، يعني عمره ما عمل مشكلة ولا بكى شيء، بيشتغل بروح بيجي على الدار، بحب أولاده وخواته ما شاء الله عنه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وهذا يعني شهادة ما نفتح اللي اكتشف الأيام هذه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. بلال عمره 34 سنة، عنده 3 أولاد، ولدين وبنت، وعنده شغل بيشتغل ما شاء الله عنه. إذن ومن الأخبار، إذن عفوا، ننتقل الآن مباشرة إلى أولى ملفاتنا لهذا اليوم، مختارات من الصحف العبرية. واسمحوا لي مباشرة أن أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إبراهيم الشيخ. يسعد صباحك سيد إبراهيم وأهلا بك. أسعد الله صباحك ولكم السادة المستمعين والمتابعين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. تحياتي لك أستاذ إبراهيم. أبرز ما جاء من عناوين في الصحف العبرية لهذا اليوم، خاصة بعد مسيرة المستوطنين يوم أمس، وأيضا يعني الطريق الذي يقوم به الاحتلال في بلدة حوارة. نبدأ قبل ذلك فيما ورد من خبر مهم جدا في وسائل الإعلام العبرية وكان صباح اليوم، وهو صادقت الكنيسة على مشروع قانون يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة، قانون الحد من المعقولية ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية لأغلبية 64 عضو ومعارضة 56 عضو. وهذا كما نشر على القناة
القناة الرابعة عشرة، وقالت قناة كان العبرية بأن هناك احتجاجات تعم البلاد في يوم تظاهر في جميع البلاد، ونتوقع أعمال عنيفة جدا. وأيضا كما نشرت القناة الثالثة عشرة يوم تشويش والتظاهرات في كافة إسرائيل، بالإضافة إلى الخبر الأبرز من إطلاق صواريخ من جنين، وكانت قد نشرت مواقع عبرية كحدشوت سبيع بالمنظومة الأمنية وقيادة الجبهة الداخلية يعملون على توفير منظومة إنذار لسكان مستوطنات غلاف جنين. وأيضا موقع القناة السابعة بعد الكشف عن إطلاق صاروخين نحو مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داجان يقول يجب شن حملة عسكرية أوسع في شمال الضفة الغربية. وهذا ما دعا المستوطنين إلى القيام بمثل هذه التظاهرات بعد تحريض واضح من قيادات المستوطنين ومحاولة تصدير الأزمة الداخلية المنفجرة اليوم بالاعتداء على الفلسطينيين، وأن كما قالت أرتس الأزمة القضائية والتي حتى تركت ردود أفعال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية توم نيدز قال الأمور في إسرائيل تخرج عن السيطرة وهذا سينعكس بالتالي على الفلسطينيين، ومن ضمنها اعتداءات المستوطنين التي نراها وستزداد ضراوة بعد الأحداث الداخلية. وأيضا ما منيت به المؤسسة الأمنية من فشل في تحقيق أهدافها التي أعلنتها عندما شنت الحملة على جنين، وكان هذا مؤشر لانعكاس ذلك من خلال تصعيد آخر إذا الفلسطينيين من المستوطنين. نعم، إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إبراهيم الشيخ، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. ومن أهم الملفات لهذا اليوم، بحيث اقتحمت قوة الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم البلدة القديمة في مدينة القدس، وصادرت منزل المسنين نورة صبلبن 68 عام ومصطفى صبلبن 72 عام الكائن في حي عقبة الخليدية على بعد أمتار من المسجد الأقصى، وطردت العائلة منه وأخلته وسلمته للمستوطنين. وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال معززة بوحدات خاصة نصبت حواجز عسكرية على مدخل عقبة الخلدية بالبلدة القديمة وحاصرت منزل وعقارات بملكية لعائلة صبلبن. واقتحمت عناصر شرطة الاحتلال المنزل الذي يقطنه الزوجان المسنان نورة ومصطفى صبلبن، وشرع تحت التهديد وقوة السلاح بإخلاء أفراد عائلة صبلبن من المنزل بعد أن أجبرتها على تفريغ محتويات منزلها، كما شرعت أيضا بتفريغه تمهيدا لإخلائه وتسليمه للمستوطنين، ومنعت قوة الاحتلال المتضامنين من الوصول إلى المنزل واعتقلت 5 منهم من محيط المنزل. ويذكر أن ما تسمى بدائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية حددت الفترة الواقع بين 28 من حزيران وحتى 13 من تموز لطرد عائلة صبلبن من منزلها. وكانت في وقت سابق كان الاحتلال حدد سابقا في 11 من حزيران لإخلاء العائلة من المنزل، لكنه لم يتمكن من تنفيذ القرار. إذن وللمزيد من الأخبار الميدانية ومتابعة آخر التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي دكتور أمين أبو وردي. يسعد صباحك دكتور وأهلا بك. يسعد صباحك دكتور أمين. صباح الخيرات لكم، تحياتي. تحياتي لك دكتور. يعني حصيلة اعتداءات واقتحامات فجر هذا اليوم تركزت في مدينة نابلس بالتحديد في مخيم عسكر وأيضا في عورتة، تفاصيل هذا الاعتداء. بالفعل مجموعة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال استحمت بلدة عورتة جنوب شرق مدينة نابلس لزيارة الأضرحة الدينية الثلاثة التي تتضمنها البلدة. كان دخول بداية قوات احتلال قامت بتوفير غطاء أو حماية للمستوطنين، لكن وقعت مواجهات بين الشبان وبين المستوطنين، انتهت بدخول المستوطنين إلى تلك المنطقة، قاموا بأداء طقوس مثل المدية ثم انسحبوا. كانت مواجهات استخدام قنابل الغاز بكثافة التي غمرت منازل البلدة وأدت إلى حالات اختناق داخل الحارات، ثم كان الانسحاب قرابة الساعة 5:30 من حارات ومرافق البلدة. لكن بشكل موازي كان هناك اقتحام أيضا لمخيم عسكري جديد شرق مدينة نابلس من
قبل قوة خاصة وأيضا قوة عسكرية كبيرة تخللها مواجهات واشتباكات، جزء منه كان اشتباك مسلح، وأيضا مواجهات جرى اعتقال الشابين سليمان الكعبي وأشرف أبو فعور بعد اقتحام منزلهما وتفجير مداخل المنزلين، وكان هناك تخريب في محتويات المنازل قبيل انسحاب قوات الاحتلال. سجلت إصابة تم نقلها بعد عرقلة الاحتلال لسيارات إسعاف الهلال الأحمر من الدخول المخيم، وانسحبت قوات الاحتلال بعد اعتقال الشابين. هذا ما جرى في مدينة نابلس سواء كان في بلدة عورتا أو مخيم عسكر الجديد. نعم، تحدث دكتور أمين عن هذه الإصابة، بحسب مصادر محلية أن الإصابة كانت بالرقبة لهذا الشاب، يعني هل يوجد أي معلومات حول وضعه الصحي في هذه اللحظة؟ حسب المصادر الطبية حالته مستقرة، إصابته كانت متوسطة، طبعا هو تأخيره أثر سلبا على وضعه، لكن تمكنت بالآخر طواقم الإسعاف من الوصول له ونقله إلى مشفى رفيدة الحكومة بمدينة نابلس، ويتم الآن إعطاء العلاج الملائم بعد طبعا تأخير من قبل الاحتلال، ولكن كما ذكرنا حالته مستقرة. نعم، سلسلة الاعتداءات والانتهاكات من قبل قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا لا تتوقف على مدينة معينة، ففجر هذا اليوم أيضا قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى وبلدات في محافظة جنين، التفاصيل دكتورة؟ نعم، اقتحام جنين تكرر بالأمس مرتين، كان المرة الماضية على قرى بيت قاد وجلبوع وفقوعة قبل الاحتلال، وأيضا فجرا جرى اقتحام عدة قرى في المحافظة في منطقة يعبد والخيرب الوضيعة وأيضا منطقة فحمة، وتم اعتقال شابين من عائلة عابلي من سكان القرية ثم الانسحاب منها، ويعتقد أن هذه الاعتقالات مرتبطة بعدة تصورات ميدانية في منطقة جنين منها استهداف بؤر إسبانية وحواجز الاحتلال. نعم دكتور، أيضا هذه المدينة مدينة جنين شهدت يوم أمس أيضا حادثة كانت بإطلاق مركبة من قبل حسب ما يقولون للأجهزة الأمنية على مركبة مواطن، ما التفاصيل؟ هل يوجد أي معلومات جديدة؟ هناك تضارب بالروايات، بعض المصادر تقول ان سياره مسروقه لحقت الاجهزه الامنيه وان شجارا كان في المكان وبالتالي القوه الامنيه اطلقت قنابل الغاز باتجاه تجمهر الشجار، والبعض يقول انه سياره تقولها اسره فلسطينيه تعرضت لالقاء قنابل الغاز ثم اطلاق رصاص من قبل قوه امنيه لحقتها لانها منعت التوقف، وحدث نوع من التضارب بالاحداث، ولكن كان هناك توتر الى حد ما، ولكن لاحقا تم استحواذ سيطره الامر و عودة الهدوء إلى مدينة جنين التي تستعد كما علمنا من معلومات ومصادر عديدة لزيارة الرئيس محمود عباس للمدينة وتوقع يوم غد الأربعاء، ولكن التأكيد لهذه الزيارة سيتم لأنه رسميا هذا اليوم. نعم. وأيضا ترتيبات هذه الزيارة. نعم دكتور، لكي يتسنى للمستمعين ومن يتنقل عفوا في هذه الأثناء معرفة أي الطرق السالكة وأيها المغلقة، بالأمس شهدنا إغلاق لساعات طويلة الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس. طبعا التشويش بالامس بين رام الله ونابلس كان بسبب قيام المستوطنين بمسير الدراجات بين نابلس ورام الله كنوع من التحدي والابتزاز للفلسطينيين، ولكن هذا كان في ساعات العصر ثم اعيد فتح الطرق بشكل اعتيادي، لكن بقي اغلاق مؤقت لطريق نابلس رام الله بالقرب من حادث حواره بسبب قيام الاحتلال بتشييد جسر في منطقه مقام سليمان الفارسي اللي هو مشترك الطهار، وبالتالي تم عرقل الطرق وفتح طرق بديله، ولكن حتى اللحظه في ساعات الصباح لا معلومات عن اغلاق لأي من الحواجز المحيطة بالضفة الغربية، ولكن لوحظ وجود بعض التجديدات وخاصة على حواجز نابلس الحمراء حوارة، هو فقط تفتيش لبعض المركبات، ولكن الطرق سالكة بين مدن الضفة الغربية. نعم، إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو ردي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك بتزويدنا بكافة المعلومات حول الأوضاع الميدانية. وبالعودة مستمعينا ومشاهدينا إلى مدينة القدس ولإخلاء عائلة صب لبن، سبق لمحاكم الاحتلال أن أخلت باقي أفراد العائلة في العام 2016 ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق هذه العائلة، ويقع منزل العائلة على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى المبارك، وهو مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953 ويخضع للإجارة المحمية، وفي العام 2010 دعت جمعية جالسة الاستيطانية أن منزل العائلة هو وقف يهودي، وعليه قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عديدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينيات القرن الماضي في محاولة لانتزاع ملكية المنزل، وناشدت العائلة في وقت سابق المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل
لوقف تهجيرها القسري والاستيلاء على منزلها. وفي حديث سابق مع نورة صب لبن قالت في حديث لبرنامج صباح الخير يا وطن أنهم يخشى الزوجان نورة ومصطفى أن تقدم شرطة الاحتلال على طردهم من المنزل في أي لحظة وتسلمه للمستوطنين. وقالت أيضا بقلق وتوتر أرتقب أنا وعائلتي مصير منزلنا المهدد بالمصادرة بالاستيلاء ونعيش لحظات صعبة وقاسية بعد إخطار العائلة بإخلاء المنزل. وتابعت أيضا نورة وقالت بيت العمر المليء بتفاصيل الحياة مهدد بالمصادرة، بيتي هو الحضن الدافئ لي ولأفراد عائلتي ولم أشعر يوما بالوحدة في بيتي رغم أني فقدت والدي بعمر ثلاث سنوات. وحتى بعد وفاة والدي وكنت طفلة أيضا في العمر 13 من العمر أكملت حياتي وحياة إخوتي وأخواتي في البيت وربيتهم أيتاما وتزوجت في بيت عائلتي من زوجي مصطفى صب لبن. وتؤكد أنها هي وزوجها صامدون حتى الدقيقة الأخيرة وأن صمودها انتصار لها ولعموم العائلات المقدسية في البلدة القديمة وتستدرك بالقول العائلة اليوم تواجه مصيرا مجهولا. وقالت في حديث سابق أيضا بأن البيت يخضع لمراقبة دائمة من قبل شرطة الاحتلال عبر 7 كاميرات مراقبة نصبت منذ عدة سنوات في زوايا مختلفة، وهو ما يقيد حركة نورة ولا يجعلها تغادر المنزل إطلاقا. وتقول لا أخطو خطوة واحدة خارج المنزل منذ سنوات خوفا من الاستيلاء عليه بأي لحظة. وأيضا روت قصتها مع المنزل قائلة هذا منزل أبي منزل عائلتي منذ العام 1953، هنا كل الماضي والذكريات الحزينة والسعيدة، ولادتي وطفولتي وزواجي، ربيت إخوتي فيه وكبرت هنا أيضا، نشأت وترعرع أبنائي وابنتي وأبنائهم. وتضيف أنه في هذا البيت أشعر بروح أبي وأمي، في هذا البيت كل ذكرياتي والماضي، وتشير أن الاحتلال لن يستطيع سرقة الماضي. تابعت أيضا أن بيتي ليس مجرد حجارة، إنه أكبر من ذلك بكثير، إذا صدره الاحتلال فهو أسير، يوما ما سأعود إليه ودفاعه عني ودفاعي عنه أيضا هو دفاع عن كل منازل المدينة المهددة بالإخلاء والتهجير. بيتي في حال مصادرته سيكون أسيرا بيد المستوطنين إذا تم إخلاؤنا منه بالقوة، فعودتنا إلى هذا المنزل حتمية، يوما ما سنبقى وسيزول الاحتلال. إذن ومن الأخبار الميدانية لهذا اليوم ومن سلسلة الاعتقالات، الاحتلال يعتقل 3 شبان من بلدتي فحمة وكفر راعي جنوب جنين. وبحسب نادي الأسير اعتقلت قوات الاحتلال 2 شابين من قرية فحمة جنوب جنين. وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت 2 شابين صالح راغب حردان ووحيد إسماعيل صبيح، وذلك عقب اقتحام القرية ومداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. وأضاف فأيضا سمور أن الاحتلال اعتقل الشاب عدي محمد صبيح من بلدة كفر راعي جنوب جنين، وذلك أثناء مروره على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس. وأيضا من الأخبار الميدانية، أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في منشأة سكنية وأرض في قرية بردلة بالأغوار الشمالية. وقال ناشط الحقوق عارف دراغمي أن الاحتلال أخطر بوقف العمل في 3 منشآت سكنية بحجة عدم الترخيص واستصلاح قطعة أرض في قرية بردلة بالأغوار الشمالية للمواطن عادل أحمد صوافطة. وننتقل إلى ملفنا الآخر لهذا اليوم، متابعة لأحوال الطقس وتطورات الحالة الجوية ودرجات الحرارة. وللتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الراصد الجوي ليث العلامي. يسعد صباحك ليث وأهلا بك.
يسعد صباحك هديل وصباح الخير لجميع السادة المشاهدين. تحياتي لك. ليث يعني نحن مقبلين على أيام شديدة الحرارة في الأيام القادمة، تحذيرات من درجات الحرارة منذ صباح يوم الغد، التفاصيل. صحيح، يعني متوقع تتأثر فلسطين خلال موسم الصيف الحالي بأول موجة حارة اعتبارا من يوم غد الأربعاء وتستمر لعدة أيام. هذه هي الكتلة الهوائية الحارة أو الموجة الحارة مندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية نحو منطقة بلاد الشام، ستحمل معها ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية بأكثر من 5 إلى 6 درجات مئوية ولعدة أيام متواصلة كما تحدثنا، تبدأ بيوم غد الأربعاء وتستمر نهاية الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل. درجات الحرارة يتوقع أن تصعد لمستويات تتجاوز منتصف الثلاثينيات حتى بالمناطق الجبلية والمرتفعات، على سبيل المثال عندما نتحدث عن رام الله، الخليل، القدس، بيت لحم، نابلس، هذه المدن والمحافظات تسجل درجات حرارة تتراوح ما بين 36 و 38 درجة مئوية، كما ستصل لحدود 46 و 47 درجة مئوية في أريحة والأغوار. نعم، يعني ليث، بعض النصائح التي يمكن تقديمها للمستمعين وللمشاهدين أيضا يجب الأخذ بها خلال هذه الأيام التي قد تصل درجات الحرارة فيها إلى 40 درجة مئوية كما ذكرت. نعم، يعني من أهم النصائح هو تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة خلال فترات الذروة نهارا، عادة يعني ما تكون أشد فترات النهار تسخينا وأشعة الشمس يعني نعتبرها قوية ما بين الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، الإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات وخاصة الماء يعني في ظل تعرض الجسم لفقدان السوائل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرق، بالإضافة إلى تجنب إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب خوفا من يعني حدوث يعني حرائق يصعب السيطرة عليها بفعل درجات الحرارة المرتفعة. كذلك يعني نوصي بعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، يعني كثير من الحوادث التي تكون خلال السنوات الماضية في موجات الحر هو حوادث الاختناق وتصل إلى درجة الوفاة عندما يترك بعض الأهالي الأطفال في مركبة أو سيارة ويذهبون للتسوق أو قضاء بعض الحاجيات والمشاوير بسبب درجات الحرارة العالية، كمية الأكسجين في السيارة تنقص بشكل كبير ومتسارع جدا عن الوضع الطبيعي، فهذه النقطة يجب الانتباه لها كثيرا. نعم، إذن إلى هنا اسمح لي أود شكرك الراصد الجوي ليث العلامي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. ولنستكمل من الأخبار الميدانية لهذا اليوم، بحيث دهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل جنوب محافظة جنين، وأفادت ذات المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية طورة جنوب غرب جنين ودهمت عدة منازل وفتشتها واستجوبت قاطنيها، عرف من أصحابها فضل محمد وسعد حسني قبها. وفي السياق أيضا دهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الشهيد عبد الرحمن صعابنة في قرية فحمة وفتشته واستجوبت قاطنيه، وأضافت أيضا ذات صدر أن تلك القوات اقتحمت قرية زبوبة غرب جنين وسيرت آلياتها في شوارعها. وإلى الخبر الأخير لهذا اليوم، من المتوقع أن يقوم رئيس محمود عباس بزيارة محافظة جنين التي تعرضت ومخيمها لعدوان واسع من قبل قوات الاحتلال قبل عدة أيام، وأكد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب في تصريح لوطن بهذا الخصوص بأن موضوع زيارة الرئيس محمود عباس لمحافظة جنين يناقش هذا اليوم، وأيضا سيعلن وستعلن الرئاسة الفلسطينية بشأن الزيارة إن كانت ستتم في موعدها. وقال بشأن ما جرى تداوله حول زيارة الرئيس المرتقبة: نعم، الموضوع يناقش والرئاسة ستصدر هذا اليوم بيان بشأن الزيارة. وأيضا أضاف أن غدا اليوم سيتم الإعلان حول الزيارة إذا كانت ستتم أو لا في موعدها، مؤكدة أن هذا الموضوع ما زال حتى هذه اللحظة قيد النقاش. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، كنت معكم من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، وإخراج التلفزيوني خالد نجاص، من الهندسة الإذاعية محمد ريان، من المتابعة والتنسيق سحر حنني. شكرا لطيب المتابعة، ألقاكم بعد قليل وعلى رأس الساعة القادمة موجز لأهم وآخر الأنباء يليها برنامج شد حيلك يا وطن مع الزميلة ريم العمري. متابعة طيبة نرجوها لكم وإلى اللقاء.
إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارع ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي، هيلث صحة، هيومانيتي إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة صحة مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية.